السابعة بتوقيت القدس الشريف، نشرة مفصلة للأنباء من الميادين نبدأها بالعناوين. يا شعب لبنان العظيم، أمام تظاهرات حاشدة مؤيدة له الرئيس اللبناني يشدد على الاتحاد في وجه الفساد، وباسيل يدعو لتأسيس دولة مدنية. المحتجون العراقيون يقطعون طرقا عديدة في بغداد ويجتمعون في ساحة التحرير، ومتظاهرو البصرة يعتصمون على طريق حقل مجنون النفطي. المرشد خامنئي يؤكد رفض طهران إجراء أي محادثات مع واشنطن، ويقول إن الرئيس الفرنسي إما ساذج أو شريك لأمريكا. نتنياهو يقول إنه سيعمل على جميع الجبهات علنا وسرا، وقلق إسرائيلي من تطوير حزب الله قدراته الصاروخية بعد هجومه الأخير في جنوب لبنان. توقيف رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان يدخل أسبوعه الثاني على وقع حملات تضامنية واسعة. مرحبا بكم، دعوة للجميع وجهها الرئيس اللبناني ميشيل عون اليوم للاتحاد والنهوض بالاقتصاد وإرساء الدولة المدنية. الرئيس اللبناني الذي كان يتحدث أمام تظاهرة حاشدة مؤيدة له هي الأكبر منذ عودته إلى لبنان من المنفى عام 2005، قال إن الساحات يجب أن لا تكون ساحة ضد أخرى وتظاهرة ضد أخرى. هذه التظاهرة الحاشدة تحدث خلالها أيضا وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة جبران باسيل قائلا لا نقبل أن تنتهي ثورة ببقاء الفاسدين ورحيل الأوادم، كما قال داعيا إلى إنشاء مجلس شيوخ وتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية وتأسيس دولة مدنية. إلى بعبدة كانت الوجهة اليوم في مسيرة وفاء لعهد ما زال وفيا للوعود والشعارات والمبادئ الوطنية التي طرحها منذ تولي الرئيس ميشيل عون منصب الرئاسة والتي يعمل بموجبها رغم كل العراقيل الداخلية منها والخارجية. في الذكرى الثالثة لانتخابه ودعما لخطته الإصلاحية توفد مناصرو التيار الوطني الحر من كل المناطق اللبنانية في مسيرات حاشدة تجديدا للبيعة ودعما لخياراته، ولا سيما الأخيرة منها في هذه الظروف التي يعيشها لبنان. جايين نقول له اليوم انه نحن بعدنا وفيين لك وبعدنا معك وما رح نتركك، وبدنا نضلنا نناضل معك لاخر دقيقه من حياتنا لحتى نبني الدوله القويه والقادره والعادله. الوحيد اللي بقي وطني كل عمره فللوه من البلد لانه وطني، واخر قرار اخذه هو التحالف مع المقاومه اللبنانيه الاسلاميه. هذا الشخص الوحيد اللي ما غير رايه وجربوا يضلوا يقسموا الشعب، وهذا اللي عم بيصير. الرئيس اللبناني خاطب اللبنانيين قائلا ساحات التظاهر كثيرة ويجب ألا يأخذها أحد لتكون ساحة ضد ساحة، لافتا إلى أن كثيرين يعرقلون محاربة الفساد داعيا مناصريه إلى الاتفاق مع من هم في الساحات للجهاد معا ضد الفساد. شعب ثار حقوقه مفقودة، فقد ثقته بدولته، وهيدا المشكلة الكبير يلي لازم نرجع الثقة للدولة. بدوره وزير الخارجية في الحكومة اللبنانية المستقيلة جبران باسيل شدد على ضرورة المحاسبة لمعرفة الفاسدين، وأن يكون الجميع تحت المساءلة وعدم تعميم تهمة الفساد على الجميع، لأن التعميم يحمي الفاسدين أنفسهم. إذا بتعمموا تهمة الفساد بتكونوا عم تحموا الفاسدين من دون ما تعرفوا. إذا اتهمتوا الكل الفاسدين والأوادم منبطل نقدر نحاسب حدا. غادر مؤيدو التيار الساحات بعدما قالوا كلمتهم من حيث التجديد على التمسك بالوحدة الوطنية ورفع السرية المصرفية واستعادة الأموال المنهوبة وإظهار التأييد لكل ما ينوي الرئيس القيام به لإخراج البلاد من المأزق.
بعد أسابيع على الأزمة اللبنانية والحراك الشعبي الذي شهدته بعض المناطق، خرج المؤيدون للرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ليؤكدوا مرة أخرى على تمسكهم بمواقفه وثباتهم معه على المبادئ والأسس التي يسير عليها. بسانت الراف من بعبدة، الميادين. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وفي تعليق على تظاهرات التيار الوطني الحر غرد قائلا: عدنا إلى المربع الأول، مع كلام وصفه بشعبوي فارغ يعود إلى 30 عاما مضت. هذا وتستمر التظاهرات في عدد من المدن اللبنانية ولا سيما في ساحتي رياض الصلح والشهداء في بيروت والنور في طرابلس وصيدا بجنوب لبنان. للمزيد حول هذه التظاهرات تنضم إلينا شبكة مراسلينا، معنا الزميلة غراسيا بيطار من ساحة رياض الصلح في العاصمة بيروت، ومن العاصمة بيروت أيضا الزميل عباس صباغ في ساحة الشهداء، ومن طرابلس بشمال لبنان زميل محمد علوش، وكذا في صيدا بجنوب لبنان الزميل جمال الغربي. سأبدأ معك غراسيا، مع العنوان الذي يمكن أن تحمله هذه التظاهرة اليوم في رياض الصلح، ما الذي يميزها اليوم؟ في الواقع راميا، المشهدية التي يسطرها المتظاهرون هنا هذه الليلة يمكن اختصارها بعنوان لا ثقة بين كل من يفترش الساحة هنا مع الطبقة الحاكمة التي ما زالوا يعتبرونها يعني فريقا واحدا ولونا واحدا، لا ثقة مع أي منهم، وبالعكس يتهمون السلطة بالمماطلة. وعلى هذا الأساس يعني تم منذ قليل القرار بأنه غدا سوف يكون عصيان مدني في كل لبنان وقطع طرقات وما إلى هنالك، ردا على ما يعتبرونه مماطلة من قبل السلطة. يقولون أنهم يمثلون هنا أكثر من 110 مجموعات من الحراك المدني والشبابي وحتى من الحزبيين والناشطين السياسيين. سوف نستطلع بعض الآراء لو سمحتي رامية بشكل سريع جدا. معنا من جمعية جنسيتي كرامتي، تشاركون في كل حراك مدني منذ عشرات السنين، لماذا؟ نحن بكل منطقة بلبنان مش بس ببيروت لنا خيام، ونحن ضالين بالشارع، ونحن منذ أكثر من 10 سنوات عم نناضل بهذا الموضوع، ونحن لنا ممولين ولنا مسياسين، نحن جمعية فردية، ونحن بدنا يتصحح وضع مكتومين القيد وقيد الدرس، والأم اللبنانية تمنح الجنسية لأولادها، وهذا الموضوع لازم ينفتح الملف، ونحن مش طالعين من الشارع لناخد كل حقوقنا. مطالبات عديدة وتتعلق بالكثير من حقوق المواطنين، لماذا هذا التصعيد إذا جاز الوصف غدا كما أعلنتموه منذ قليل؟ هو التصعيد عم بيصير لأنه لا عاد عند العالم بقى صبر، وما عادت تصدق، وما عاد في ثقة بالسياسيين وبالمسؤولين، هالدولة ما عاد في ثقة، وهذا العهد لازم يتغير. ونحن وجودنا ووجودنا هون على الأرض، المشهد يمكن بترجم حاله بحاله، اللي عم بتشوفوه قدامكم مشهد هالبشري هيدا، بعتقد انه كل مناصرين الاحزاب اللي كانوا موجودين، بعتقد انه 70% من الناس كانوا مناصرين للاحزاب وهلا عندهم مطالب محققه. نحن وصلنا لمطرح الذروه، يعني ما عاد في مجال لنقدر نصبر اكثر من هيك. نحن المفروض انهم بقى الدوله يحسوا على دمهم ويراجعوا حساباتهم مزبوط، ويتركوا هذا الشعب يعيش بكرامته. مطلبنا الاساسي ان نعيش بكرامتنا، استشفائنا، كهربتنا، ميتنا، وطننا، كرامتنا. نحن الشيخوخه كل شيء مطلوب منهم ما عملوه 30 سنه، ما في بادره وحده كانت عم تخلي الشعب انه يوقف معهم او يتضامن معهم. نحن سقطنا فيهم معدومه. بعتقد انه انا برجع بعد لك هذا المشهد كفيل انه يترجم نحن شو عم بيصير فينا. تعبنا، بكفي قهر، بكينا وجع، قهر، معاناة. الشعب اللبناني انتفض، ما عاد يتراجع، ما في رجعة، لا ملل ولا كلل، لا ملل ولا كلل، باقيين هون بالشارع لحتى نحقق مطالبنا. نعم، معي مداخلة أيضا من الحزب السوري القومي الاجتماعي لو سمحتي رامية، لماذا التصعيد غدا؟ فعليا التصعيد سيأتي من الثلاثاء مساء، غدا هو استمرار في الإضراب المعلن منذ اليوم الأول للانتفاضة. ما حصل هو مماطلة من قبل رئيس الجمهورية بإعطاء مهل للاستشارات النيابية، وهذا موضوع لن يقبله الشارع. اليوم توقعنا في كلمة فخامة الرئيس أن يعطي مهلا محددة للبدء بالاستشارات النيابية، كونه لم يعطي هذه المواعيد فهذا يبشر بمماطلة فعلية من السلطة اللبنانية للاستجابة إلى مطالب الشارع. بناء عليه
اتخذ القرار بالاستمرار بالإضراب والتصعيد ابتداء من الثلاثاء مساء في حال لم تلبى مطلب الاستشارات الحالية. أنتم كحراك هل لديكم مثلا اسم لتسلم رئاسة الحكومة الجديدة؟ من ترشحون؟ ليس هذا واجب الحراك وليس هذا واجب المنتفضين في لبنان، هذا واجب السلطة السياسية. توجهاته سياسي أم؟ توجهاته توجهات المنتفضون وضعوها في البيان الأول الذين أعلنوه منذ اليوم الأول للانتفاضة، وهو حكومة انتقالية، نعم قبل الاستقالة، من خارج المنظومة الحاكمة، من خارج المنظومة الحاكمة، لا عودة لأسامي المحروقة فعليا من حيث الفساد أو من حيث الدماء في الحرب اللبنانية. على ما يبدو راميا يعني نعم. الأزمة ما تزال مفتوحة بين المتظاهرين هنا والطبقة الحاكمة إذا جاز الوصف، أي من الإجراءات التي قامت بها رئاسة الجمهورية على وجه التحديد سواء في كلمته في منتصف ولايته في ذكرى منتصف ولايته العماد ميشيل عون أو اليوم التظاهرة البرتقالية التي جددت الثقة برئيس الجمهورية ولكونه هو يعني من بدأ بمحاربة الفساد ويعد باستكمالها، ولكن لا يبدو أن كل هذه يعتبرونها وعود فارغة لم يطبق أي منها، وهم متوجهون كما سمعت إلى التصعيد منذ الغد الاثنين. ومن هنا جراس اسمح لي أنتقل إلى زميل عباس الصباغ في ساحة الشهداء قريب منك في العاصمة بيروت. ما هي التقاطعات أو الافتراقات بين رياض الصلح وساحة الشهداء بما نسمعه مما يخرج من تلك الساحات في اليوم؟ أيضا خصوصية أريد للتظاهرات، هل وصلت إليها أو حققتها؟ يعني بطبيعة الحال هنا في ساحة الشهداء تختلف بعض الشيء عن ساحة رياض الصلح بالمكونات التي تشارك في هذا الحراك، فإذا كان الوجه الغالب لساحة رياض الصلح هو يساري، هنا نستطيع القول بأنه يساري وليبرالي ومن أحزاب مدنية كحزب 7 وغيره، لكن الدعوات التي تطلق للتظاهر أو للإضراب غدا لا تطلق من جميع المنصات الموجودة هنا، يعني البعض يتحدث عن إضراب وقطع طرقات غدا والبعض الآخر يتحدث عن تري لأنه ربما يقوم يوم الثلاثاء، لكن في هذه الساحة يعني استمرت الأغاني والأناشيد على وتيرتها المعتادة وأيضا توجيه السباب والشتائم للوزير جبران باسيل، وهذه يعني اعتدنا عليها في هذه الساحات. يعني معي أحد الناشطين في الحراك، يعني اليوم كان هناك رسالة من رئيس عون لتوحيد الساحات، يعني كيف تلقفتم هذه الرسالة؟ يعني الناس اليوم في الساحات، الجماهير في الساحات الموجودة تطالب نفس المطالب، ليس هناك شخص يعاني أزمة اقتصادية والآخر عايش في رفاهية، الكل يعاني من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. الذين تظاهروا من أجل دعم رئيس الجمهورية هم أيضا يعانون وقالوا أننا نحن أتينا إلى الحراك، وهؤلاء الناس الموجودون هنا هم يعانون نفس المعاناة. اليوم كان هناك اتجاه للضغط نحو السلطة للإسراع في تشكيل الحكومة وفي تكليف رئيس حكومة جديد، كان هناك اتجاه إلى أن تكون هذه المهل حتى مساء الاثنين، ولكن هذه الأرض المنتفضة قالت للسلطة السياسية لن نستطيع الانتظار، نريد الحل السياسي السريع. شكرا. أيضا معي إحدى المتظاهرات، يعني اليوم كان هناك رسالة من الرئيس ميشيل عون لتوحيد الساحات لأن المطالب الاقتصادية هي محقة من الجميع، شو ردكم على هذه المطالب أو على هذه الدعوة؟ نحن بالنسبة لنا اليوم بلشنا ننزل عن جد لأنه نحن جوعانين وعن جد لأنه نحن مقهورين. اليوم نحن اللي لازم عن جد اللي بدنا نقوله هو أنه ما بقى تلعبوا معنا لعبة الساحة. اليوم أي حزب بينزل على الشارع هو حزب بالنهاية، نحن هون الناس اللي هون هن شعب مش حزب، بقد ما نزلوا كيف؟ هناك أحزاب مشاركة في الحراك، يعني إذا في أحزاب أنجأ بتحس فيها ومنا موجودة بقوة وأكيد منا نزل بزخم وما بتسترجي تنزل بزخم لأنه لبنان بلد. تكون على دعوة توحيد الساحات؟ أكيد لا، ما في شيء اسمه توحيد ساحات لسبب بسيط كتير، أنت بس تجي وبدك تطبل وتزمر لزعيمك منك لابق مع هون، لأنه نحن هون عم نقول كلهم يعني كلهم وهون واحد معهم. تقون ولا التصعيد؟ اكيد باين واكيد الى التصعيد واكيد بدنا نعمل تغيير بهذا البلد. شكرا لك. ايضا باختصار يعني اخر المشاركين معنا اليوم، كان هناك دعوات لطلاقي الساحات، هناك اجماع بان هذه المطالب محقه التي يعني يطالب بها المتظاهرون هنا وغير ساحات، انت ماذا تقول؟ نحن في اليوم 17 للحراك. انا بقول انه نحن عندنا 17 يوم، الدوله عطيتنا دنيتها طرشه وهذه الساحات كلها موحده من الاساس، هن بايدهم السلطه، هن لازم يعملوا رده ايجابيه، يعني لازم
نشوف افعال مش حكي. يعني ما فيك توعدنا بعد شهرين وتنفس، نحن منا هلا، لانه بعد شهرين حيصير فينا مثل بلدان ثانيه مثل العراق، حننزل نسحى العالم وناكل بعض. هن بالسلطه قادرين يتصرفوا، وهلا صار شارع مقابل شارع. يعني السلطه المفروض من الرئيس بري، من الرئيس عون، من رئيس الحكومه يعملوا رده فعل قويه ترضي الشارع، ولا رايحين على مطرح مش منيحه ابدا. وهن بيعرفوها شارع مقابل شارع، هذا رجعوا للمربع الاول واللعبه الاولانيه. يعني هذا الشيء وضحت الفكره. نعم، اذا هذه هي الاجواء من هنا من ساحه الشهداء في وسط بيروت. نعم عباس، بكل الاحوال سنبقى واياك في الصوره، نعود اليك في سياق هذه النشره، نتابع مشاهدينا استمزاج ونقل يعني الشكل الذي تبرز فيه اليوم هذه التظاهرات والمستمره منذ 17 من الشهر الماضي، بالانتقال من ساحه الشهداء ببيروت الى الجنوب في صيدا مع الزميل جمال الغربي. جمال، إلى أي حد الدعوات للعصيان المدني أو الإضراب أو حتى قطع الطرقات تتقاطع فيها التحركات في صيدا، وما الذي يميزها أيضا اليوم هذه التحركات من عندك؟ رامي، لابد من الإشارة إلى أن منصة الحراك في مدينة صيدا هي أول من أعلنت أن يوم غدا هو يوم إضراب عام في كافة المرافق الرسمية والجامعات والمدارس، إضافة إلى تزايد حشود المحتجين هنا في تقاطع عليا. الأمر الأهم يعني رامي يمكن أن نراه من خلال الصورة هو يعني إعادة نصب الخيام، إعادة نصب الخيام في وسط الطريق في وسط تقاطع عليا، بعدما كانت هذه بعدما رفعت الخيام نهار الجمعة من التقاطع إلى الحديقة التي تفصل المسرب الشرقي عن المسرب الغربي. اليوم ومنذ لحظات تم نقل أربعة خيام ونصبها في الطريق في تقاطع عليا، وهذا إن دل على شيء يعني بحسب يعني استصراحات سريعة كانت مع لجان الحراك بأن هذه رسائل موجهة بأنهم هم سيساعدون وأن غدا ستقطع كافة يعني الطرقات التي تؤدي إلى المرافق العامة، سواء إلى شركة كهرباء لبنان أم إلى مصلحة المياه أم إلى مصلحة الهاتف حتى إلى بلدية صيدا والمصارف والبنوك. وبالتالي من المفترض يعني أن تكون مدينة صيدا غدا يعني بحسب المعلومات وبحسب ما نراه أنها غدا على موعد مع الإضراب العام، وبالتالي يعني تزايد الحشود والمشاركة الكثيفة في هذا الحراك يعكس عدم رضا الحراك يعني أو عدم قبول الحراك بخطاب رئيس الجمهورية ميشيل عون. الحشد فاق المتوقع يعني من ناحية الحضور، وخصوصا يعني بعد خطاب رئيس الجمهورية. التأكيد يعني على سقف سياسي بأن عنوان وشعار هذا الحراك اليوم المطالبة بحكومة إنقاذ، حكومة إنقاذ وطني تحظى بثقة الناس. هذا هو المطلب الوحيد حاليا للمشاركين في هذا الحراك، والذين بدأوا يعني بإعادة نصب الخيام في الشارع الرئيسي لتقاطع إليا. نعم جمال، بكل الأحوال نحن نتابع هذه الصور يعني حيث أنت في هذه التظاهرات، تفضل. يعني الآن يتم نقل خيمتان جديدتان إلى وسط الطريق، يعني وسط الطريق. لا أدري إن كان الخيار للحراك بأن يقفل هذا الطريق تماما، ولكن بحسب معلوماتنا بأن يعني هذه هي خطوة أولى تصعيدية. لن يتم قفل الطريق نهائيا هنا في تقاطع عليا، سيكون هناك طريق مفتوحة، ولكن هناك مهلة أعطيت يعني في حال يوم الاثنين أو يوم غد لم يكن هناك يعني أي بوادر لتشكيل حكومة أو تكليف أو استشارات، فإن خيار العصيان المدني وارد لهذا الحراك. حسب هذا الكلام طبعا بحسب اللجان التنظيمية للحراك في مدينة صيدا بالتنسيق مع الحراك في كافة المناطق اللبنانية. طيب، تبقى معنا جمال، ننتقل إلى شمال لبنان، إلى طرابلس تحديدا في الشمال اللبناني. من هناك انضم إلينا الزميل محمد علوش. محمد، قربنا أكثر من الصورة حيث أنت في هذه الساحة التي لطالما منذ بدء الحراك في 17 من الشهر الماضي وهي تستمر في يعني يستمر الاحتشاد فيها.
نعم رابية، لا تزال الوفود تتقاطر إلى ساحة الاعتصام هنا في ساحة النور التي غصت بالحاضرين، وأيضا من على هذه المنصة تم التأكيد على أكثر من نقطة وجزئية فيما يتعلق لا سيما بخطاب الرئيس عون اليوم وبالاحتشاد الذي حصل في ساحة أو في منطقة القصر الجمهوري. طبعا هنا تأكيد من على هذه المنصة أن الاعتصام سيبقى وسيستمر حتى تتحقق كامل المطالب، وأن الرئيس عون لم يقدم شيء ملموس بالفعل إلى الناس، خاصة أن الثقة الآن أصبحت مفقودة. الميادين تواصلت مع بعض القوى السياسية إضافة إلى منظمي الحراك الشعبي هنا. أحد مستشاري الرئيس ميقاتي على سبيل المثال قال أنه على الرئيس عون أن يخرج من حالة الإنكار ويلبي مطالب الشعب دون أن يتضح ما أو دون أن يضيف المزيد من التفاصيل حول ما الخطوة المطلوبة من الرئيس عون حول هذه النقطة. معلوم طبعا الخلاف القائم بين الرئيس عون من ناحية والرئيس ميقاتي، ومعلوم أيضا أنه قبل أسبوع أو أكثر بقليل هناك دعوة قضائية بحق أو دعوة اتهم بها الرئيس ميقاتي. على أي حال بالنسبة للقوى السياسية بشكل عام في طرابلس وجزء من الحراك الشعبي هنا يتماهى أحيانا مع بعض التوجهات السياسية التي ترى أن الرئيس عون والوزير جبران باسيل لا يتقدمان بالخطوة المطلوبة التي ينبغي كانت أن تتلاقى مع خطوة الرئيس سعد الدين الحريري الذي تقدم خطوة بحسب ما يقول هؤلاء باتجاه تنفيس الاحتقان في الشارع وتقديم صدمة إيجابية لمحاولة لملمة الشارع. العكس الآن هو ما يحصل بحسب ما يقول هؤلاء، أن الرئيس عون أو أن الوزير جبران باسيل اتجه إلى إنزال شارع في مقابل شارع وإلى ساحة مقابل ساحة، وبالتالي هذا التحرك لن يزيد الشارع اللبناني إلا تأزما واحتقانا ومزيد من الغضب والنزول إلى الشارع للتأكيد على هذه المطالب. وإن كان في المضمون كما يقول البعض، وإن كان في المضمون لا يختلف اثنان على فحوى ما طرحه الرئيس عون من ضرورة دولة مدنية، مكافحة الفساد، قضاء مستقل، رفع السرية المصرفية، أيضا بنفس الوقت رفع الحصانة عن 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 القيادات وعن المسؤولي في الحكومة والبرلمان. لكن الإشكالية الأساسية عند هؤلاء أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تقدم خطوة واحدة بحسب ما يقولون باتجاه الإصلاح السياسي المنشود. لا يمكن ما لم تجرى انتخابات برلمانية مبكرة تكون أكثر تمثيلا لنبض شارع الذي خرج إلى الشارع ولن يعود، وهذا الشارع الذي خرج بحسب ما يقول هؤلاء لم يعطوا يوما أصواتهم لأحد في البرلمان حاليا، ولم يكن أحد من هؤلاء الوزراء يمثلونهم، وبالتالي هؤلاء كانوا منكفئين عن الاستفتاء في الاستحقاقات الدستورية السابقة، وهم بالتالي الآن يعبرون عن موقفهم من خلال الشارع. إليك رامية. نعم محمد، ربما هناك اتفاق بالعام في لبنان أنه ما قبل 17 من تشرين الأول أكتوبر الماضي ليس كما بعده، لكن كيف سيكون ما بعده؟ هنا السؤال الأساسي المركزي، ربما أشرت إليه محمد حول بعض القوى السياسية في طرابلس، وكذا بالنسبة للعديد من المنصات في الساحات هناك البعض ما نشاهد في محاولة لاستثمار سياسي ربما من خلال بعض الدعوات حتى في طرابلس على إحدى المنصات كان في كذلك الأمر وفي ساحات أخرى. من هنا سأعود للزميل عباس صباغ بشكل سريع لنفهم عباس كيف يتم بالفعل تحديد المسار بالنسبة للتظاهرات عندما تحدث عن إضراب عام، عندما تحدث عن قطع طرقات، هي دعوة أم أنه سيتم تطبيقها يعني أيا كان رأي الأكثرية منها أم لا؟ عباس لما يبدو زميل عباس صباغ لا يسمعني. بكل الأحوال نحن نرصد هذه الصور من ساحات عديدة في غير مكان في لبنان ضمن التظاهرات المستمرة. زميل عباس يتواصل مع بعض ممن يشاركون كما نشاهد في الشاشة، سماعة الأذن خارجة من أذن زميل عباس وبالتالي لذلك نفهم بأنه لا يسمعنا. لا أدري إذا كانت زميلة غراسيا بيطار تسمعنا وبالتالي تستطيع أن تنقل لنا صورة. غراسيا، كيف يتم بالفعل تحديد المسار إن كان هناك إضراب عام أو قطع طرقات في التطبيق وليس فقط في الدعوة؟ كيف يتم استمزاج رأي للوصول إلى ذلك؟ وكيف يمكن استبيان حضور أي منصة أو توجه سياسي عن السواد الأعظم بالنسبة للتحركات المطلبية؟
نعم راميا، في الواقع كما ذكرنا أن هناك ما يقارب كما يقول المتظاهرون هنا قرابة 110 مجموعة من الناشطين السياسيين والحراك المدني والحزبيين أيضا والناشطين السياسيين. يتم هناك حلقات نقاش كما قالوا لنا كل صباح وعند الظهر، يتم فيها مشاركة من يريد من الشباب المدني أن يشارك لكي يصار إلى يعني دراسة المستجدات والتطورات على صعيد ما تتخذه رئاسة الجمهورية تحديدا لكونها تستلم السلطة الإجرائية حاليا في البلاد رامية. ولكن هناك يعني بعض الضبابية إذا جاز القول في المطالب المطروحة، فعندما سألنا أحدهم أنه يريدون قانون انتخابي على أساس إلغاء القيد الطائفي، قلنا لهم من سوف يدير هذه الانتخابات؟ هل يعني يجب أن يكون هناك حكومة؟ أي حكومة تريدون؟ يريدون أي حكومة لا سياسيين فيها ويرفضون الطبقة الحاكمة. من سيستلم زمام الأمور إذن؟ عندما يسأل هذا السؤال يعني الجواب يبدو يعني غير حريص على المستقبل. هناك سيناريوهات في المنطقة، ربما يعني بعض المتظاهرون هنا ولا نقول جميعهم يعني يرددون أحيانا شعارات، يقولون يرددون هتافات بغض النظر عن السباب والشتائم. رامية لن نتحدث عن ذلك، نتحدث عن الإجراءات المقبلة، المراحل المقبلة من بعد كل ما حصل عن جراء قطع الطرقات وما إلى هنالك من مشاحنات سجلت بين المواطنين أنفسهم في أكثر من منطقة، والمظاهر الميليشياوية كما وصفها كثير من المواطنين في أكثر من منطقة، وعدنا إلى زمن الحواجز والمعابر على حد وصف أيضا الكثير من المواطنين. نعم. يعني كثر لا يريدون هذا الموضوع، ولكن ثمة آراء تقول من المتظاهرين أنه لا بد من هذا التصعيد لكي تسمع السلطة مطالبنا. نعم. وما يعتبرونه حقوقهم وليست هي مطالب. نعم جراسيا، يعني النقطة عالقة هنا. نعم. رامية، ثمة لا ثقة في الطبقة الحاكمة. نعم. وتصعيد على ما يبدو من قبل المتظاهرين، وينتظرون. نعم. في الوقت نفسه التطورات كيف ستسير لكي يتخذوا الإجراءات اللاحقة حيالها. نعم جراسيا، تبقين معنا وسأعود إليك عباس بصيغة أخرى بسؤال آخر، لأنه ما نفهم أنه في محاولة للضغط باتجاه دفع وتيرة عجلة العمل بالنسبة للحكومة لتشكيل الحكومة لبدء الاستشارة الملزمة. هل لدينا أي معلومات حول تلك الاستشارات التي سيجريها رئيس الجمهورية بالنظر للحديث بأنها في الغد ستبدأ بشكل سريع عباس؟ لا، ليس من الممكن أن تبدأ في الغد، لأن الدعوة لهذه الاستشارات لم تجري بعد. المشكلة الأساسية أو المعضلة تكمن في أن هناك مشاورات للاتفاق على التأليف قبل التكليف، بمعنى بأن عندما يذهب النواب أو الكتل النيابية لتسمية رئيس مكلف، هذا الرئيس طبعا يكون هناك توافق من الكتل النيابية لتجميع العدد اللازم من الأصوات لاختياره، لكن المشكلة تكمن في التأليف، لأن هناك معادلة رفعت بأنه عندما تكون هناك حكومة تكنوقراط فهذا يعني حتى رئيس الحكومة يجب أن يكون من التكنوقراط. وهذه المعضلة أيضا بأنه عندما لا يكون الوزير جبران باسيل في الحكومة أيضا لا يجب أن يكون الرئيس سعد الحريري رئيسا للحكومة. هناك يعني مشاورات تتواصل حتى اللحظة وستستمر في الساعات المقبلة، لأنه لا يمكن الذهاب إلى تسمية رئيس مكلف ما لم يكن هناك اتفاق مسبق أولا على شكل الحكومة. هناك حسب أن هذه الحكومة لن تكون ثلاثنية، ستكون أقل بطبيعة الحال، لكن هناك توجه لأن تكون حكومة تكنو سياسية، لأن المشكلة الأزمة ليس فقط اقتصادية، نحن أمام أزمة سياسية وأزمة اقتصادية، وبالتالي حكومة التكنوقراط لا تستطيع بمفردها أن تحل مشكلة سياسية. لكن رامي دعيني فقط، لأن هذا المتظاهر يعني أصر بأن يكون معنا وبعجالة بشكل سريع الكلمة بمناسبة هذه التظاهر، هل هي رد على دعوة الرئيس ميشيل عون؟ أول شيء بوجه تحية لكل الثوار بكل لبنان، صيدا، صور، نبطية، بيروت. بقول له لرئيس الجمهورية طرحت شعارات عديدة ومن زمان أنت عم تطرحها، كان بنتمنى منك من دون طرح الشعارات تنفيذ، نحن لأنه الشعب
وعود ووعود ووعود. نعم. شبع وعود. أفعال ولا نحن أفعال. نريد أفعالا. نعم. ليس من رئيس الجمهورية فقط وإنما من نعم. كل من نعم. كل من هم في سدة السلطة. شكرا. يعني وصلت هذه الرسالة. إذن هذه هي الأجواء من هنا من ساحة نعم. الشهداء. رامي عباس صباغ من ساحة الشهداء ببيروت شكرا جزيلا لك. راسيا بيطار من ساحة رياض الصلح في بيروت شكرا جزيلا لك. محمد علوش من طرابلس بشمال لبنان شكرا جزيلا لك. وجمال الغربي من صيدا بجنوب لبنان شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكل مراسلينا. من لبنان إلى العراق حيث تستمر التظاهرات في العديد من المناطق ولا سيما في العاصمة بغداد حيث قطع محتجون معظم الشوارع فيها وسط دعوات إلى عصيان مدني عام. وفي جنوب العراق أفاد مراسل الميادين بأن المتظاهرين من أبي الخصيب قطعوا الشارع العام المؤدي إلى حقل السيب الغازي وميناء أبو فلوس في محافظة البصرة، كما ثبتوا خيما للاعتصام عند طريق حقل مجنون النفطي وطرق موانئ أبو فلوس وأم قصر وخور الزبير. تستمر التظاهرات في العاصمة بغداد وفي عدد من محافظات وسط وجنوب العراق. أعداد المتظاهرين تتركز عند جسري السنك والجمهورية وللوصول إليهما طريق يحدده المتظاهرون. وبعد أن تستقل التوك توك لتصل إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد تلتقي بجموع المتظاهرين الذين يحتشدون إما في المبنى الذي يسمى المطعم التركي والمطل على المنطقة الخضراء وإما على جسري الجمهورية أو السنك. هنا يتجمع المتظاهرون من فئات مختلفة وطوائف عديدة ومطالب لا حصر لها أبدا، تبدأ من فرص العمل وتحسين الخدمات والضرب على يد السراق وصولا إلى إسقاط كامل البناء السياسي الحالي. لحد الآن سلميين والله العظيم والله والله إذا ما تستقال الحكومة راح نصعد مطالبنا. أنا مسيحي ومنتفض ويا الولد ليس طائفية، كلنا عراقيين. هذا هو الحاجز الأخير للمتظاهرين في العاصمة العراقية بغداد. هذا الحاجز هو على جسر الجمهورية الذي يتصل بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية. هنا يحتشد المتظاهرون ويتجمعون في ساحة التحرير وفي مبنى المطعم التركي. أعدادهم ومطالبهم هنا أكبر وتزيد، وتزيد عليها مطالب تحدد خيارات العراق في سياساته الخارجية. طرد وإلغاء جميع الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي. ما أريد صندوق النقد الدولي اللي يحلب الدول جاي يحلبنا، جاي ياخذ قوتنا وثروتنا. احنا بلد نفطي، احنا بلد عنده ثروات هائلة. سياسيا تقاطعت المبادرات المقدمة من أغلب القيادات العراقية في نقاط كثيرة، وطلبت من المتظاهرين حق السقف الزمني للحظ التحركات التي قدمها الرئيس أو مبادرات رؤساء القوى السياسية الفاعلة. أعتقد اليوم الحكومة ماضية باستجابة لكل المطالب، بل هنالك تشريعات ممكن أن تخدم الشعب العراقي وكذلك أن يكون هنالك تعديل لمسار العملية السياسية في العراق. فيما الطرح السياسي الناقد لبعض الحراك تمثل بضرورة إبعاد موانئ العراق وآبار النفط عن التعطيل من دون أن يفوت التأشير على شذوذ المطالبة بإسقاط النظام من شباب خرجوا نقمة على الوضع المعيشي. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. وللمزيد حول تطورات المشهد بالنسبة لهذا الحراك المستمر والتظاهرات في العراق للوقوف على آخر المعطيات، سيما وأنه هناك عنوان جديد اليوم امتاز فيه هذا الحراك اللي هو قطع الطرقات بالنسبة لمواقع حيوية واستراتيجية كالموانئ أو حتى حقول النفط. نريد أن نعرف الرسالة التي يريد إرسالها من المتظاهرين من خلال هذه الخطوة. معنا من العاصمة العراقية بات جاهزا الآن مدير مكتب الميادين في بغداد عبد الله بدران. عبد الله، أنت كنت على الأرض، هل من رسالة يريد إيصالها بالنسبة للمتظاهرين حول عملية قطع الطرق في مواقع حيوية كالموانئ وأيضا حقول النفط؟ وأسألك، قبل قليل كان رئيس الحكومة العراقية يتحدث أيضا بين الميدان والسياسة، أسألك أبرز ما قاله عادل عبد المهدي. نعم رامية، بالنسبة للتظاهرات على الأرض لا تزال التحركات مستمرة في ساحة التحرير ولا تزال التجمعات تتحشد عند جسري السنك والجمهورية. النقطة الأبرز هي عند جسر الجمهورية في ساحة التحرير وفي الشوارع والطرقات الرئيسة المؤدية إليها كأبو نواس وكذلك شارع السعدون وساحة الخلاني، وهي تؤدي طبعا بالمناسبة إلى جسر السنك. المتظاهرون عمدوا إلى محاولة قطع الطريق في جنوب العاصمة العراقية بغداد المعروف بطريق الدورة السريع. وطريق الدورة السريع هو طريق حيوي ومهم ويربط أغلب أحياء جنوب العاصمة العراقية
كما يربط أحياء جنوب العاصمة والطريق والطرق الرئيسة في العاصمة بطريقها المؤدي إلى محافظات وسط وجنوب العراق. إغلاق هذا الطريق يؤدي لإرباك وتعقيد للحركة المرورية، صادف طبعا وزامنه غلق طرقات رئيسة في ساحة عدن شمال العاصمة العراقية بغداد في منطقة البنوك. هذا كله كان من تحركات المتظاهرين. طبعا سبق ذلك قبل يوم نصائح قدمت بعنوان نصيحة من خبير عسكري، تم تداولها في مواقع المحادثات كالواتساب وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك طبعا على رأسها وهو المستخدم الأكثر في العراق، دعوات لإغلاق طرقات والضغط على الحكومة عبر إغلاقها من قبل المتظاهرين. كانت هي المحاولة في جنوب العاصمة العراقية بغداد. هذا المشهد رامي تكرر في البصرة التي يعني هي المشهد في العاصمة الاقتصادية للعراق. البصرة شهدت إغلاق الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر الأبرز، كذلك خور الزبير وميناء أبو فلوس، واعتصام محاولة الانتقال من التظاهر والتواجد في الشوارع إلى نصب السرادق وتثبيت الخيم في الطريق المؤدي إلى حق المجنون وهو من أهم حقول النفط العراقية. وإن كان للتوضيح يعني إغلاق الطريق من قبل المتظاهرين والمعتصمين في البصرة وهو الطريق المؤدي إلى حق المجنون لا يعني شللا في حركة آبار النفط أو إنتاج النفط أو تصديره، على اعتبار أن طريقة العمل في هذا الحق هي بوجود موظفين منتدبين لمدة أسبوعين يتبادلون كدفعات، وبالتالي ليس هناك ضررا حتى هذه اللحظة، لكن هناك تواجد للمتظاهرين. بالنسبة لمجموعة المتظاهرين التي كانت موجودة عند طريق ميناء أم قصر انسحبوا، ولا أحد يعلم سببا، انسحبوا بعد محادثات تمت عبر وفد من الحكومة المحلية في البصرة، لكن هناك خيام اعتصام لهم في هذه الطريق وفي طريق التايم سكوير المؤدي إلى مبنى الحكومة المحلية، وهي عبارة عن تحركات للمتظاهرين في هذه المنطقة. طبعا في الأثناء هناك هتافات وحماس تعيشها ساحة التحرير، تصل صدى الهتافات حتى هذا المكان الذي نحن فيه. بالنسبة للوضع السياسي واللافت فيه هو الموقف الأخير لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في خطابه الذي أعلن، كان خطابا طويلا ربما بعد مرور شهر، هو أشار لعدة نقاط رئيسة لجهة تحركات الحكومة وتفاعلها مع حركة التظاهرات وتعاطيها مع المتظاهرين، سواء لجهة حزم الإصلاح، سواء لجهة لجان التحقيق أو الكشف الميداني لحقيقة التطورات على الأرض. لكنه طبعا وجه نداء للمتظاهرين بضرورات الانتقال إلى مرحلة أخرى وأن لا تبقى الأمور على هذه الحال. هناك تعقيدات رامية تعيشها الساحة العراقية، هناك متظاهرين يتواجدون على الأرض وهناك شللا صحيح عن الأمور ليست يعني لم تخرج عن إطار السلمية لجهة تفاعل المتظاهرين، لجهة منعهم لأي طرف ثالث حتى هذه اللحظة يحاول سحب الأمور لصدام مع الأمن العراقي رامية، لكن هناك انتقال للتظاهر السلمي، هذا الانتقال سبب شللا على اعتبار أنه هناك تواجد في ساحة التحرير وساحة الطيران والخلاني جسري سنك والجمهورية. الحكومة العراقية أغلقت الطرقات الرئيسة في المنطقة الخضراء بالكتل الإسمنتية، اتخذت عدة إجراءات أمنية، كل ذلك ساهم في إرباك الوضع. زاد على ذلك أن مؤسسات ووزارات الدولة العراقية عندما تصدر أمرا يعارضه النقابي، وزارة التعليم ووزارة التربية تصدر أوامر البدء والعودة للدوام الرسمي، نقابة المعلمين تدعو لإضراب، وهكذا الأمر ما بين عدة وزارات وما بين عدة نقابات. هذا الأمر سبب إرباكا، سبب شللا للحركة، وكان واضحا في خطاب رئيس الوزراء لجهة الصادرات في الموانئ العراقية. نعم رامية، الخطاب حمل اعترافات، خطاب رئيس الوزراء حمل اعترافات، لكن طبعا حتى هذه اللحظة ليس أكيدا إن كان هذا الخطاب سيلقى صدى في الشارع العراقي. المعلومات التي خصت بها الميادين هو أن الاجتماعات مستمرة في موقعين من العراق في بغداد وفي النجف، اجتماعات على مستوى عالي من قيادات عراقية مؤثرة وفاعلة وربما حتى غير متوقعة انخراطها واجتماعها واشتراكها في محاولة وضع حل لهذه الأزمة، وربما هذه الاجتماعات قد تدفع باتجاه حل لا يشمل أي مبادرة
قد تم طرحها، وهذه نعم. الاجتماعات طبعا برعاية وحضور كبار وقادة الكتل السياسية والقوى الفاعلة في المشهد العراقي من أجل تقديم حل سريع يمكن أن يفضي إما لإبقاء الحكومة بتخويل صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء لاتخاذ إجراءات أكثر نجاعة وحزمة إصلاح أكثر وطبعا أكثر فاعلية، وإما الذهاب باتجاه وضع إجراءات من قبل مجلس النواب العراقي أو تشكيل كتلة نيابية كبيرة تخول رئيس الوزراء. الأمر كما وصف الشيخ قيس الخزعلي في حديث اليوم ليس متعلقا بتغيير شخوص أو أي من الرئاسات، وإنما الأمر هو أكبر وأعقد من ذلك ودخل على خطه وأن وصفه هو 1% من طرف نعم. ثالث، لكن الأمور معقدة بحاجة لحل. هذا الوضع فرض على القوى السياسية في بغداد والنجف، وهذه الاجتماعات بالمناسبة مستمرة حتى هذه اللحظة، والأنباء منها تفيد أن يعني تهدئة قد تحصل بتوافق بين هذه القوى على قرار مهم. شكرا جزيلا لجملة المعلومات وخصوصا الخاصة منها المهمة. عبد الله بدران مدير مكتب الميادين كنت معنا مباشرة من العاصمة العراقية بغداد. السابعة مستمرة وأبرز ما فيها بعد الفاصل. اعتقالات الاحتلال تتواصل في العيسوية المقدسية ولا تستثني الأطفال. أهلا بكم من جديد في السابعة من الميادين والتي نستأنفها من إيران، حيث قال المرشد الإيراني سيد علي خامنئي إن من بين وسائل الحد من نفوذ واشنطن رفض التفاوض معها. وفي ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية في طهران أشار خامنئي أمام حشود طلابية إلى أن من يعتقد أن المفاوضات مع أمريكا ستحل مشاكل البلاد مخطئ، مؤكدا أن طهران لن ترضخ لضغوط واشنطن، وأضاف أن أمريكا ترى أن قبول إيران المفاوضات خضوع من دون حصولها على أي مكسب. منع التفاوض هو إحدى الطرق للتصدي للنفوذ الأمريكي. الاعتقاد أن المفاوضات ستحل مشاكل البلاد يعتبر خطأ كبيرا، فالأمريكي يريد أن يقول إنه أخضع إيران ويريد أن يثبت صواب خياره في سياسة الضغط للحد الأقصى. يريدنا أن نتفاوض من دون أن يقدم أي تنازلات، ولو قبلنا بذلك فلن يتغير شيء ولن ترفع العقوبة، بل سيطلبون منا تقديم تنازلات جديدة كأن نوقف دورنا في المنطقة وأن نتوقف عن دعم المقاومة، وسيصل بهم الأمر إلى أن يتدخلوا بقانون الحجاب وأن يطلبوا منا الاكتفاء بصواريخ قصيرة المدى. السيد خامنئي طرح تساؤلات عن الدور الفرنسي في الوساطة بين طهران وواشنطن، ورأى أن الرئيس الفرنسي إما ساذج أو شريك لأمريكا بعد الوساطة التي قام بها. تجربة كوبا وكوريا الشمالية في المفاوضات مع الأمريكي ما تزال ماثلة أمامنا، لم يتغير شيء. التقط المسؤولون الأمريكيون الصور في حين لم تخفف أمريكا من العقوبات على هذين البلدين. الرئيس الفرنسي يريد تأدية دور الوسيط، ينقل لنا الرسائل ويقول إن اللقاء مع الرئيس الأمريكي سيحل المشاكل، وهو ما يثير استغرابنا. فإما أن الرئيس الفرنسي بسيط جدا أو أنه شريك للأمريكي. وفي إيران أيضا أكد رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني أن النفط السوري ملك للشعب والحكومة في سوريا، ولا يحق لأمريكا السيطرة على حقول النفط فيها وسرقة نفطها. لاريجاني وفي جلسة أمام البرلمان قال أن الجيش الأمريكي سعى سابقا إلى السيطرة على النفط العراقي، لكن المرجعية الدينية الواعية في النجف والقادة العراقيين الشرفاء والشعب العراقي لم يسمحوا بذلك. وفي هذه الأثناء تفقدت دوريات أمريكية حقول النفط في منطقة أليان ورميلان بالحسكة شمال شرقي سوريا عند الحدود مع العراق. المشاهد أظهرت جولة الدوريات الأمريكية مع قوات قصد في عدد من حقول النفط، كما كان برفقتهما وزير البترول في الإدارة الذاتية الكردية. وقد عادت الدورية الأمريكية إلى منطقة رميلان في مثلث الحدود التركية السورية العراقية، حيث سلكت الطرق القريبة من الحدود التركية.
من جهته الجيش السوري واصل انتشاره في شمال شرق البلاد بعد تعزيز نقاطه في ريف بلدة تل تمر الشمالي. وبحسب وكالة سانا الرسمية فإن وحدات من الجيش السوري أتي من الرقة التقت بوحدات متقدمة من الحسكة لمواجهة العدوان التركي. الجيش السوري ركز أيضا وجوده على محور يمتد 60 كيلومترا بدءا من قرية الأغيبش غرب بلدة تل تمر وصولا إلى قرية الواسطة جنوب منطقة صوامع عالية. في أرضنا المحتلة فلسطين بحث مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر برئاسة بنيامين نتنياهو آخر التطورات على مختلف الجبهات ولا سيما في جنوب وشمال البلاد وذلك في جلسة استمرت أكثر من 4 ساعات. وسائل إعلام إسرائيلية كانت قد أفادت بأن وزراء المجلس الوزاري المصغر سيبحثون الوضع في الشمال وذلك وسط قلق إسرائيلي متزايد عن استخدام حزب الله يوم الخميس الماضي صاروخا مضادا للطائرات نحو طائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء جنوب لبنان. هذا في وقت كشف فيه نتنياهو أنه سيعمل على جميع الجبهات بطرق علنية وسرية برا وبحرا وجوا وفق تعبيره. نحن في فترة أمنية حساسة للغاية وعلى أكثر من جبهة. بعد إطلاق النار من غزة اجتمعت بعدد من المسؤولين في وزارة الأمن وأعطيت أوامر بقصف عدد من الأهداف. بالنسبة لنا حماس مسؤولة عن أي هجوم من القطاع. لن أوضح خططنا لكننا نعمل على جميع الجبهات بطرق علنية وسرية برا وبحرا وجوا. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية شرقية المدينة وقد انتشرت هذه القوات في العديد من مناطق البلدة حيث اعتقلت العديد من الفلسطينيين من بينهم طفل قامت بالاعتداء عليه. وفي انتهاك لأبسط الحقوق المدنية اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية مدرسة العيسوية الثانوية للبنين حيث اعتقلت طلابا وأقدمت على تكسير العديد من محتويات المدرسة. إلى المغرب حيث دخل توقيف رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد وحمان أسبوعه الثاني بعدما رفضت المحكمة الابتدائية في الراشدية الإفراج عنه وحددت 7 من الشهر الحالي موعدا لجلسة ثانية. وحمان كان قد اعتقل بتهمة إهانة موظف كما تعرض للضرب خلال احتجاجه على مشاركة شركة إسرائيلية في معرض أرتفود للتمور. مصادر الدفاع قالت إن رفض الإفراج المؤقت عنه يؤشر إلى نيات لمعاقبته على موقفه من التطبيع. هذا وتواصلت المواقف التضامنية مع ويحمان حيث أصدرت 26 منظمة حقوقية مغربية بيانا يستنكر التوقيف ويؤكد أنه اعتداء صارخ على حرية الرأي والتعبير. بهذا نصل إلى ختام 7 نذكركم بعناوينها. شعب لبنان العظيم أمام تظاهرات حاشدة مؤيدة له الرئيس اللبناني يشدد على الاتحاد في وجه الفساد وباسيل يدعو لتأسيس دولة مدنية. المحتجون العراقيون يقطعون طرقا عديدة في بغداد ويتجمعون في ساحة التحرير ومتظاهرو البصرة يعتصمون على طريق حقل مجنون النفطي. المرشد خامنئي يؤكد رفض طهران إجراء أي محادثات مع واشنطن ويقول إن الرئيس الفرنسي إما بسيط أو شريك لأمريكا. جامبيم سايم بلوين جامبيم سايم سموين
نتنياهو يقول إنه سيعمل على جميع الجبهات علنا وسرا، وقلق إسرائيلي من تطوير حزب الله قدراته الصاروخية بعد هجومه الأخير في جنوب لبنان. توقيف رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان يدخل أسبوعه الثاني على وقع حملات تضامنية واسعة. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. نشرة جديدة على رأس الساعة هذه المرة مع الزميلة وفاء سرايا. إلى اللقاء.